حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حديث الصحافة، والذي نستعرض فيه عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالات الرأي وتحليل منشورات صحافة الجديدة. والبداية من المواقع الإخبارية. الصحوة نت: الهيئة العليا للإصلاح تدعو إلى تحقيق عاجل لكشف ملابسات جريمة استهداف الضباط السعوديين، إصابة مواطن وتضرر منازل جراء قصف الحوثيين استهدف الأحياء السكنية جنوبي الحديدة. التكتل السياسي الجديد بارقة أمل لدعم جهود استعادة الدولة واستئناف العمل الحزبي. نقل مختطف لأحد مستشفيات إب بعد تدهور حالاته الصحية في سجون ميليشيا الحوثي. المصدر أونلاين: عدو الطلاب، لماذا يعد مشروع الحوثي كابوسا مدمرا للجيل الشباب في اليمن؟ حزب الإصلاح: جهود السلام يجب أن تتم وفقا للمرجعيات الثلاث، وأن تركز على سعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. 400 يوم من العدوان على غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43,508، بينهم 184 صحفيا، والاحتلال يواصل مجازره. في ذكرى اغتيالها الثالثة، أسرة الصحفي رشا الحرازي تطالب بالعدالة والكشف عن الجنى. شبوة: القوات المشتركة بمدينة تعتق تمنع وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير حاتم العولقي. العاصمة أونلاين: رئيس سياسية إصلاح الأمانة، وحدة الصف الوطني ستكون لها انعكاساتها الإيجابية في القضاء على انقلاب الحوثيين. الإرياني: التماهي الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين يعزز الإفلات من العقاب. حزب الإصلاح: إنهاء انقلاب الحوثي والانقسام المالي مرتكزات أساسية لعملية السلام. سهيل نت: الإصلاح يبحث مع مكتب المبعوث الأممي متطلبات إحلال السلام المستدام. استياء رسمي من لقاءة المنظمات الأممية بقيادات حوثية دون اعتبار لمعاناة المختطفين. الحرف 28: قوات الجيش تعلن إحباط محاولة تسلل الحوثية شمال تعز. إصابة مواطن وبتر إحدى يديه إثر قذيفة حوثية جنوب الحديدة. شبوة: قوات الانتقال تمنع إقامة وقفة تضامنية مع أسرة مخفي قسرا. وفاة فتاة ووالدتها غرقا في حاجز مائي شمال الضالع. يمن ديلي نيوز: تقرير خبراء اليمن يتحدث عن أغراض عسكرية في تصميم خدمة الفورجي. رئيس حكومة الحوثيين يتدخل لمنع سطو وزير خارجية على المساعدات الدولية. يمن مونيتور: بتر الساقي شاب بانفجار لغم حوثي غربي اليمن. مارب بريس: تقرير، مليون يمني ألحقت بهم أمطار هذا العام أضرارا متفاوتة وضاعفت مخاطر الإصابة بالكوليرا. مصدر مقيم في واشنطن: وزارة الدفاع الأمريكية أكملت استعداداتها لشان ضربة عسكرية واسعة تستهدف الميليشيا في 4 محافظات. المنتصف نت: قصف قرية الشريجة بالجراحي، عصابة الحوثي تهجر سكان 5 قرى قصرا في جنوب الحديدة. استخدام ميليشيا الحوثي قطاع التجارة كواجهات لتهريب السلاح وغاس الأموال. عصابة الحوثي تغلق مصنعا في صنعاء بسبب رفض مالكي دفع الجبايات. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط: انقلابي اليمن يملؤون فراغهم الأمني في إيب بمجندين جدد، مشاريع خطر على الصحة وتأجيج للخلاف القبلي. تضرروا 85% من الأراضي الزراعية في اليمن جراء الفيضانات. 938,000 شخص أثروا في عموم المحافظات. فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها، حملات في الأحياء لملاحقة المنسحبين من التعبئة. حرب غزة بيومها 400، شهداء بقصف مدرستين تأوية النازحين. القدس العربي: مدير مستشفى في غزة، المجاعة بدأت تظهر مجددا بسبب حصار إسرائيل. تقرير بدعم من الأمم المتحدة: شبح المجاعة يخيم على شمال غزة. عكاظ: نجح في تطهير 43,000 متر مربع من الألغام في باب المندب غرب اليمن. مسام: يد تنزع الألغام وأخرى توعي الأطفال. من عناوين صحف المواقع الإخبارية إلى مقالات الرأي والتحليل، وفيها نطالع ما نشره موقع بران بريس للكاتب سام الغباري تحت عنوان: هل ينجح تكتل الأحزاب في عدن؟ الكاتب في مقاله أشار إلى الأولويات التي يجب على تكتل الأحزاب السياسية
أن يضع حلول لها، أهمها الجانب الاقتصادي والمتمثل في وضع حل لانهيار العملة وتعميق الوحدة الوطنية بين جميع مكوناته السياسية، بالإضافة إلى إعادة صياغة العلاقة بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية من خلال بناء جسور دستورية متينة. تحت سماء عدن اجتمع قادة الأحزاب السياسية في مشهد يحمل ما بين طياته أملا قديما ورغبة مشتعلة لإعادة بناء سفينة الوطن وسط أمواج متلاطمة. تحت سقف التكتلات والسياسة يقف اليمنيون ليس بحثا عن كلمات جوفاء أو اتفاقات عابرة، بل ينشدون تكتلا اقتصاديا يمنح الأمل لأبناء الوطن في الخارج والداخل ويرشدهم نحو بوصلة استقرار تقودهم إلى الوطن يعيد للريال اليمني قوته المفقودة ويقف سدا منيعا أمام انهياره المؤلم. السياسة ليست مجرد مناورات، إنها فن إدارة الحياة وتنسيق الأحلام. فالأحزاب إن لم تنجح في بناء جسور دستورية متينة تربطها بالمؤسسات، فإنها سرعان ما ستتحول إلى هتافات شعبية تفقد بريقها عند أول اختبار. تكتل يتشكل ولكن تحت سطح موج يهدد بإجهاضه تحديات تلح في الأفق. تساؤل القوة الحقيقية لهذا التكتل ومدى صلابته أمام أعاصير السياسة والنفوذ. اليمن لا يحتاج تحالفات عابرة، بل وحدة تمتد جذورها في أرضه تعيد صياغة الأمل لأبنائه وتسهم في رسم صورة لليمن الذي ينشدونه بعيدا عن الظلال الغريبة وعلى أرض تتنفس هواء يمنيا خالصا. موقع يمن مونيتور نشر مقالا للكاتب مارب الورد تحت عنوان ما المأمول من التكتل الوطني. الكاتب في مقاله أكد أن مهمة التكتل الوطني الأولى هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ودعم المجلس الرئاسي لتجاوز حالة الخلافات التي أثرت على عملة ودعم الحكومة للقيام بواجباتها المختلفة، وفي المقدمة الجانب الاقتصادي. بدون شك أن التكتل يعيد الاعتبار للأحزاب التي لطالما عبرت عن شعورها بالتهميش في الفترة الماضية مع تمكين القوى المسلحة من قبل الداعمين الخارجيين، وهذه القوى هي التي تشكل قوام المجلس الرئاسي، وبالتالي فإن توافقها على العمل معا سيساهم في تعزيز دورها وتأثيرها في ذلك في المشاركة في جهود التسوية التي كانت تتم بعيدا عنها وعن الجسم السياسي للشرعية اليمنية. التكتل بصدد إنشاء فروع له في المحافظات، وهذا جيد ويعزز الأمل بأنه قد يكون مختلفا عن التحالف الذي لم استطع سوى فتح مقر واحد في تعز، وبدون نشاط ميداني في المحافظات لا يمكن تنفيذ البرنامج السياسي ولا الأهداف، وستبقى مجرد طموحات نظرية وتنتهي مع مرور الوقت. ما يريده الناس ويتطلعون إليه من التكتل هو إعطاء الأولوية لقضاياهم المعيشية التي لا تحتمل التأجيل، وأكد أنها من أولوياته، وسيكون أي تغيير فيها للجهات المعالجة والاستجابة تأثير إيجابي لتخفيف المعاناة، وفي نفس الوقت يعزز قوة التكتل ويجمع الناس حوله، وبهذا تستعيد الأحزاب بعض الثقة المفقودة. وعلى المستوى السياسي لا تزال جهود السلام متعثرة، ولكن هناك متغير دولي يتمثل في مجيء رئيس أمريكي جديد، وهذا يتطلب من الشرعية توحيد صفوفها وتجاوز حالة الانقسام التي تحول دون تلقي الدعم الدولي المنشود. ولذلك من المهم الاستعداد لكافة الاحتمالات بشكل موحد وبرؤية واضحة وموحدة أيضا. إلى صحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. محمد الجرادي على صفحته بالفيسبوك أكد أن حادثة مقتل جنديين سعوديين ضمن قوات التحالف في سيئون عملية مدبرة بعناية، موضحا أن الحوثيين وإعلامهم يحتفلون بهذه الحادثة في الوقت الذي يستمر المجلس الانتقالي في مساعي لتعزيز نفوذه والسيطرة على المنطقة. حادثة مقتل جنديين سعوديين ضمن قوات التحالف في سيئون تبدو كعملية مدبرة بعناية وليست مجرد حادث عرضي. فبينما يحتفل الحوثيون وإعلامهم الإلكتروني بهذه الحادثة، يستمر المجلس الانتقالي في مساعي لتعزيز نفوذه والسيطرة على المنطقة. ورغم هذا الحدث المؤسف الذي استهدف قواتها العاملة في اليمن في إطار الشرعية، لا أرى السعودية إلا ملاذا أخيرا لليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار. إنها البلد الأكثر استعدادا وقدرة على دعم اليمن والوقوف إلى جانبه بما يخدم استقراره ووحدته. السعودية هي الجار الأقرب لليمن، وأمنها وأمن اليمن مترابطان بشكل وثيق، وسعادة الدولة اليمنية ليس خيارا لها بل ضرورة لحماية أمنها وإعادة التوازن والاستقرار للمنطقة. أما إبراهيم الحائر في رسالة وجهها إلى رئيس التكتل الوطني للأحزاب أحمد عبيد بن دغر، شدد فيها على ضرورة تحريك عجلة الإصلاح، وقف الانهيار الاقتصادي، وإنقاذ الشعب من تداعياته.
الأخ أحمد عبيد بن دغ رئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية: يعيش الوطن لحظات فارقة تتطلب موافقة استثنائية تتجاوز المألوف ولا تضع أي اعتبار لغير مصالح الوطن العليا، ووقف الانهيار الاقتصادي وإنقاذ الشعب من تداعياته لا يحتمل الوضع مزيدا من التأجيل ولا الاستمرار في رهن القرار الوطني لمصالح وحسابات الآخرين. لن تتحرك عجلة الإصلاح ما لم تتخلص اليمن من طوق التبعية وتبني شراكات ندية قائمة على المصالح المشتركة. أما في منصة إكس، عدنان العديني الناطق باسم التجمع اليمني للإصلاح أدان بشدة الجريمة الغادرة التي أدت إلى استشهاد ضابطين وإصابة ثالث من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمدينة سيئون، داعيا الجهة المختصة إلى سرعة القبض على المجرم وإحالته لمحاكمة عاجلة. ندين بشدة الجريمة الغادرة والبشعة التي طال الضباط من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، والتي أدت إلى استشهاد ضابطين وإصابة ثالث، وندعو الجهات المختصة إلى سرعة القبض على المجرم وإحالته لمحاكمة عاجلة. نعزي أهالي وأقارب الشهداء والأشقاء في المملكة قيادة وشعبا في ضحايا هذا الاعتداء الغادر، سائلين الله للشهداء الرحمة والمغفرة والمصاب الشفاء العاجل. أما بشير الحارثي أكد أن من يقف وراء حادثة مقتل الضباط السعوديين في سيئون هو من يروج لبطولة القاتل ومن يحرض على الاقتتال في المنطقة العسكرية الأولى. من يقف وراء حادثة قتل الضابطين السعوديين في سيئون هو من يروج لبطولة القاتل من جهة والمحرض على الاقتتال في المنطقة العسكرية الأولى من جهة أخرى، هذان الطرفان هما المستفيدان من هذه الحادثة. هناك جهات رسمية أمنية وعسكرية عليها التحرك وتقديم القاتل للمحاكمة في محكمة القضاء العسكري، يعرف من يقف خلف ذلك وما هي الأسباب التي أدت للقتل. أما معتصم اليمني أشار إلى متانة وعمق العلاقات اليمنية السعودية والقضايا التي تجمع البلدين بمصير مشترك. اليمن والمملكة قلبان في جسد واحد. نعم، لقد قدمت المملكة الغالية والنفيس من أجل الدفاع عن اليمن، ووقفت بكل ما تملك من قوة معها عسكريا واقتصاديا وسياسيا واعلاميا ولوجستيا، ولا زالت وستظل تقدم كل الدعم. فالمعركة واحدة والمصير واحد والعدو واحد. اليمن والسعودية هدف واحد، قضية واحدة، مصير مشترك. إبراهيم عسقين أشار إلى حجم الإنجاز الذي يقدمه مشروع مسام السعودي من نزع الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية لقتل اليمنيين. البرنامج السعودي عبر مشروع مسام يقوم أفراده بنزع ألاف الألغام الحوثية التي زرعت في كل مكان حتى لا تنفجر تحت أقدام اليمنيين، ويأتي شخص جبان ليقتل اثنين من ضباط القوات السعودية غدرا. هذا الجبان يمثلنا كيمنيين، فليس من الرجولة ولا الأخلاق أن تغدر بشخص غير مسلح وأيضا آمن وكذلك ضيف عندك، لابد من القبض عليه ومحاكمته لينال جزاءه والتحقيق في ملابسات ذلك الحادث الأليم ومعاقبة كل من تورط معه أو ساعده على تنفيذ الجريمة. أما عبد الرقيب سيف اعتبر محاولة استثمار مقتل أفراد من قوات أو القوات المشتركة في سيئون من بعض الجهات لإثارة الفتنة والاستغلال السيء يخدم إيران وأدواتها الحوثية. استشهاد وجرح عدد من أفراد القوات المشتركة في سيئون بحضرموت عمل إجرامي مدان، ويؤكد أن المخاطر في اليمن مشتركة وأن دور القوات المشتركة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دور عربي قومي لمواجهة المشروع الإيراني التوسعي وأدواته في اليمن. محاولة بعض الجهات إثارة الفتنة والاستغلال السيء لما حدث يخدم إيران وأدواتها الحوثية، التأكيد على أن المعركة مشتركة تعكس تضحيات القوات المشتركة في الميدان. أما عبدالله المنيفي اعتبر حادثة الغدر بحق ضباط وأفراد التحالف من السعوديين في سيئون جريمة غدر توجب سرعة القبض على الجاني ومن يقف خلفه وإحالته لمحاكمة عسكرية فورية لينال جزاءه العادل. حادثة الغدر البشع والاعتداء الإرهابي السافر بحق ضباط وأفراد التحالف من السعوديين في سيئون جريمة مدانة ومستنكرة من كل يمني حر، لأنها جريمة غدر وخسة توجب سرعة القبض على الجاني ومن يقف معه أو خلفه وإحالته لمحاكمة عسكرية فورية ينال جزاءه العادل. أما أحمد عايض أكد أن هناك توافق للأجندة بين ميليشيات الحوثي والانتقالي لإحداث تصعيد ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى لتنفيذ مطالب سابقة للانتقالي.
اعتياد واسع في صفوف ناشطي ميليشيا الحوثي وميليشيا الانتقالي بمقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين بحضرموت. ترى لماذا كل هذا الابتهاج من المجلس الانتقالي على هذا الحادث المؤلم؟ هل هناك توافق للأجندة بين الطرفين لإحداث تصعيد ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى لتنفيذ مطالب سابقة للانتقالي؟ المتبقي من الحلقة جولة في رسوم الكاريكاتور. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث الصحافة. دمتم ودام الوطن بألف خير. في أمان الله.